طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من المواقع المحلية: السيول تجرف حيا كاملا في مدينة يمنع تصوير الكوارث فيها. مسؤول أممي يحذر: نحن على حافة أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية. صحيفة الشرق الأوسط تتحدث عن حكاية زوجين لم يخبرهما أحد عن جائحة كورونا. أهلا بكم. سيول عدن أغرقت أغلب منازل سكان عدن، وحدثت كارثة بسببها، يقول موقع يمن مونيتور إن 8 أشخاص على الأقل توفوا، بينهم نساء وأطفال، في فيضانات وسيول جرفت مدينة عدن. وبحسب مصدر في الحكومة، أكثر من 60 منزلا تضررت من السيول العنيفة. محمد العدني قال يمن مونيتور إن السيول جرفت السيارات في الشوارع، ومعظم المنازل تضررت كليا أو جزئيا. وأضاف أن سيارته جرفتها السيول وتدمرت تماما، لكنه سعيد أن عائلته لم تصب بأذى. صور ومقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل أظهرت حجم الدمار في طبقات الإسفلت وجرف السيول للطرقات، وسط جهود السكان المحليين للإنقاذ وغياب وجود أي سلطة محلية في المنطقة. بالإضافة إلى السيول التي تعرضت لها عدن ومأرب، هناك مدينة جرفت السيول فيها حيا كاملا، لكنها مدينة يمنع التصوير فيها، ولا يدري غير المتضررين ما حدث لهم. وقد تمكن أحد الناشطين من التقاط صور لما جرى في محافظة إب، ونشرت هذه الصور في الصحوة نت، والذي عنوان: سيول الأمطار في إب تجرف خيام المهمشين وتقطع طرقا في جبلة. وقال الموقع إن سيول الأمطار جرفت العشرات من خيام المهمشين في محافظة إب، وتحدث سكان محليون عن أضرار لحقت بخيام المهمشين في منطقة سائلة جبلة جنوب مدينة إب، وشردت سكان الحي. وأفادت المصادر أن السيول غمرت عددا من الخيام وجرفت أخرى بما فيها من ممتلكات وأثاث. وتتكرر مأساة المهمشين سنويا، وتتعرض خيامهم للجرف من قبل السيول التي تمر بجانب خيامهم المنصوبة على جنبات سائلة جبلة، وسط مطالبات واسعة بوضع حد لمعاناتهم وإيجاد مكان بديل لهم يجنبهم المعاناة المتكررة. غير أن ميليشيا الحوثي التي تسيطر على المحافظة لا تأبه لهذه المطالبات. وفي منطقة أخرى، فقد قطعت سيول الأمطار الطرق الرابطة بين قرى منطقة الشهلي بمديرية جبلة جنوب غرب مدينة إب، وحاصر مواطني المنطقة في منازلهم. اليمن واقع الحرب وتحديات كورونا. تحت هذا العنوان كتبت بشرى المقطري مقالها المنشور في العرب الجديد، وقالت: كعادتها تبرع الميليشيات في استثمار الكوارث والأوبئة والحروب، حتى لو كان ذلك على حساب المواطنين المقهورين. ففي حين تجاهلت جماعة الحوثي استمرار الأنشطة الدينية والاجتماعية في المناطق الخاضعة لها، فإن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا كانت استغلالية وغير إنسانية، حيث حرصت على تحصيل أكبر قدر من الأموال من المواطنين واستثمار تداعيات أزمة الفيروس لصالحها بكل الوسائل والأدوات. فإضافة إلى تحشيدها المجتمع المحلي للتبرع وفتح حساب بنكي لتحصيل الأموال من المواطنين بذريعة مواجهة فيروس كورونا، قد فرضت على معظم مؤسسات الدولة في المناطق الخاضعة لها بما في ذلك التجار ومالكو المحلات التجارية والبقالات والمطاعم أموالاً إضافية لمواجهة الفيروس. ومن جهة أخرى، فرضت جماعة الحوثي أموالاً على اليمنيين القادمين من الخارج بما في ذلك الذين حصلوا على استمارة خلوهم من الفيروس من الجهات التابعة للسلطة الشرعية، فيما عزلتهم في أماكن عزل عشوائية افتقرت لأبسط الوسائل الصحية. يواجه اليمنيون اليوم وعلى اختلاف مناطقهم في بلدهم وضعاً كارثياً، بحيث تتضاءل فرص نجاتهم من فيروس كورونا في حال انتشاره وتحوله إلى وباء خارج عن السيطرة، إذ أن تردي الأوضاع المعيشية وواقع المؤسسات الصحية التي تفتقر للتجهيزات الطبية وأجهزة التنفس الاصطناعي ولا مسؤولية
سلطات الحرب عوامل تجعل ذلك مستحيلا. الأمطار التي هطلت على عدن وغمرت الشوارع والأحياء أعادت إلى الذاكرة صهاريج عدن التي أقيمت لأجل استيعاب مياه الأمطار وتغذية المدينة، لكنها الآن تعرضت للنهب والسلب وفقا لموقع خيوط. البسط يطال صهاريج عدن. قال تقرير من هناك: لم تعرف عدن توسعا في النهب والبسط والتشويه يطال كل ما له علاقة بتراثها وموروثها الثقافي كما تمر به اليوم، إذ طال مواقع كانت تمثل خطوطا حمراء لحضورها التاريخي والاجتماعي مثل الصهاريج ومتحف عدن الحربي الذي تم البسط على جزء منه واستحدثت محال تجارية في واجهته. تبدأ الصهاريج بسلسلة متواصلة من أحواض المياه من سفوح جبل شمسان وتنتهي بوادي الطويلة الذي يصب في مياه البحر بخليج عدن قرب قلعة صيرة التي كانت تعد من أشهر القلاع العسكرية لحماية مدينة عدن قديما، وهي اليوم واحد من أهم معالمها التاريخية. تقول الدكتورة أسمهان العلس أستاذة التاريخ في جامعة عدن أن عدن لم تعرف اعتداء أو عبثا وبسطا لمعالمها مثل ما حدث في السنوات الأخيرة، إذ رضخت المدينة لهيمنة اجتاحت كل مقدراتها وثرواتها وتعرضت للعبث بممتلكاتها العامة والاستيلاء عليها وتحويلها إلى ملكيات خاصة. وتضيف الدكتورة العلس لموقع الخيوط أن هذه الهيمنة تجاوزت النظام والقانون وعملت على إضعاف دور السلطات والسماح بالتملك الشخصي للممتلكات العامة وإدخال نمط بناء معماري غريب لا يتفق مع هوية عدن التاريخية، مما أفقد المدينة أحقية إعلانها محمية تاريخية. جبر الخواطر في زمن المخاطر، الناس والوباء. تحت هذا العنوان كتب الكاتب والباحث العربي مدير المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية عزمي بشارة مقاله المنشور في صحيفة العرب الجديد، مضيفا في جزء من المقال: عرفت الحضارات السابقة الأوبئة المميتة المدمرة بمقاييس لا يمكن تخيلها: الطاعون، التيفوس، الحصبة، شلل الأطفال، الكوليرا، الحمى الصفراء، والقائمة طويلة. ولم يكن ثمة طب أو علم أو مجتمعات منظمة في دول اجتاحت الأوبئة المؤرخة لها بالتفاصيل قارات بأكملها منذ الطاعون في القرن الرابع عشر عدة مرات في أوروبا ووصلت إلى شواطئ البحر الأسود كما يبدو أو العكس، ووصلت إلى بلاد الشام المملوكية من دون طائرات وقطارات، فحتى الذباب أسهم في نقله فضلاً عن البعوض والجرذان ولا سيما جرذان الموانئ. حصدت الأوبئة حياة الناس المرعوبين من هذا المجهول الذي بدا عقاباً إلهياً. المشعوذون والكهنة أيضاً فروا من دون طقوس، وفرغت مدن من سكانها حتى أصبح يصفر فيها الهواء، وخالت مناطق كاملة من الحياة، وفي حالات كثيرة لم يبقى من يدفن الأموات. أما في عصرنا فأصبحت الأوبئة أكثر ندرة وأقل فتكا، وذلك بفضل العلوم النظرية والمخبرية والطب وما أنتجته من لقاحات وعلاجات، وأيضا بفضل المجتمع المنظم في دول قادرة على اتخاذ خطوات وقاية ملزمة وغير ملزمة، وعوامل كثيرة متداخلة تتعلق بتطور الإنتاج ونظافة والسكن وتغير عادات البشر الصحية، فازداد عدد سكان الأرض وطالت أعمارهم بتناسب طردي مع التطور الاجتماعي الاقتصادي، وقلت وفيات الأطفال وتحسن الغذاء والدواء. ولكن إذا عد بعض الناس هذه الأمور لعنة أيضا فذلك موضوع آخر. قبل أيام تم تداول مقطع فيديو يظهر كميات من المواد الغذائية التي يوزعها برنامج الغذاء العالمي على المحتاجين في اليمن، ولكنها في واقع الأمر لدى مقاتلي ميليشيا الحوثي في جبهة صرواح. وبدل أن توزع تلك المساعدات على الفقراء فإن الحوثيين يوزعونها لمقاتليهم في الجبهات، وفقا لموقع المصدر أونلاين. برنامج الغذاء العالمي يعلق على فيديو صرواح لا يمكن قبول أي تحويل لمسار المساعدات الغذائية. وينقل الموقع الرد الذي نشره برنامج الغذاء العالمي والذي أكد أنه على علم بالفيديو الذي تم تداوله مؤخرا على وسائل التواصل والذي يظهر موادا إغاثية تحمل شعار برنامج الأغذية العالمي على خط المواجهات في صرواح. وأضاف: لا يمكن لبرنامج الأغذية العالمي قبول
أي تحويل لمسار المساعدات الغذائية الذي لا يتماشى مع مهمته الرئيسية المتمثلة في الاستجابة للأزمة الإنسانية الطارئة في اليمن. ودعا برنامج الأغذية العالمي السلطات الفعلية إلى احترام الاتفاقيات وتطبيق إجراءات بناء الثقة اللازمة لاستئناف التبرعات والعمليات الكاملة. واشتكت الجهات المانحة والوكالات الإنسانية وهيئات الأمم المتحدة في الأشهر الأخيرة بشكل متزايد من تدخل وعرقلة الحوثيين، وهددت بتقليص المساعدات إذا لم تتحسن الظروف. صورة قاتمة تلك التي رسمها المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي حول مستويات الجوع ونقص الأمن الغذائي في العالم، وتضيف صحيفة العرب الجديد. آتن بيلي ناقش العلاقة الطردية بين زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص في الأمن الغذائي والجوع من جهة والحروب والنزاعات من جهة أخرى. قال بيسلي: في الوقت الذي نتعامل فيه مع جائحة كورونا الجديد نحن على حافة انتشار وباء آخر وهو جائحة الجوع. وأضاف: العالم سيواجه أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، خاصة في اليمن وسوريا وفي جنوب السودان. وأردف حديثه بالقول: هناك 821 مليون شخص يعانون جوعا أو ينامون جياعا ويعانون من الجوع المزمن، وفيروس كورونا قد يدفع ب 130 مليون شخص إضافة إلى حافة المجاعة بحلول نهاية عام 2020. هل هو احتضار الصحافة الورقية تحت هذا العنوان؟ كتب محمد كريشان مقاله المشهور في القدس العربي مضيفا في جزء من المقال: طوال السنوات الماضية ظل الكثير يروج أن الصحافة الورقية سائرة حتما نحو الاختفاء بسبب تراجع الإقبال والإعلانات لصالح الإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي، ولكن أغلبها ظل صامدا رافضا للاستسلام حتى وإن بات بالكاد يغطي نفقاته. الجديد أن ما تسبب فيه الوباء من خسائر لكل الأنشطة الاقتصادية كبيرها وصغيرها بدا وكأنه جاء ليدفع هذه الصحافة للجب الذي ظلت تفر من الوقوع المميت فيه. الصحيح كذلك أن بعض الصحف العربية الكبرى والعريقة مثل الحياة اللندنية والسفير اللبنانية سارت برجليها إلى هذا المصير، ولكن ليس أكيداً أن الكل يرغب في مصير مماثل، ولهذا فالكل الآن متشبث بالنجاة ولو تمسك بقشة. اختفت الصحف المعروضة في الأكشاك العصرية كما اختفت تلك المعروضة في بساطات الأرصفة، كما غابت صيحات باعاتي المتجولين في الشوارع وعند إشارات المرور ومحطات القطارات، لكن الأمل ما زال معقوداً على أن ذلك لن يكون بالضرورة المشهد النهائي الذي سيسدل عليه الستار. ولهذا يسارع الجميع الآن لمطالبة الحكومات بضرورة التدخل لإنقاذ هذا القطاع الإعلامي الهام وعدم تركه يموت تحت ناظريها دون أن تحرك ساكناً. توقع روبرت ريدفيلد مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، كما قال صحيفة العرب الجديد، توقع موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خلال فصل الشتاء القادم، وإنها قد تكون أقوى بكثير من الموجة الأولى لأنها ستبدأ على الأرجح مع بدء موسم الإنفلونزا. وأضاف خلال مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست: هناك احتمال أن يكون هجوم الفيروس في الشتاء القادم أكثر صعوبة مما مررنا به. أضاف ريدفيلد: سيكون لدينا وباء الإنفلونزا ووباء كورونا في نفس الوقت، وهذه المواجهة المزدوجة ستجعل نظام الرعاية الصحية تحت ضغط أكبر مقارنة بموجة التفشي الأولى. ومع تخفيف إجراءات العزل العام تدريجيا، أكد ريدفيلد على أهمية التزام الناس بالتباعد الاجتماعي. في عام 2017 قرر الزوجان ريان إزبرون وإلينا مانغنيتي تنفيذ حلمهما الكبير، فاستقالا من وظائفهما واشتريا قاربا وقررا السفر حول العالم، وكان لهما طلب أساسي من عائلتهما بحسب الشرق الأوسط: البقاء على اتصال ولكن بقاعدة واحدة: لا تنقلوا لنا أي أخبار سيئة. ولذلك كان الزوجان اللذان عاشا في مدينة مانشستر الإنجليزية سافران عبر المحيط الأطلسي من جزر الكناري إلى منطقة البحر الكاريبي خلال الشهور الماضية عندما انتشر وباء كورونا في جميع أنحاء العالم دون علمهما.
وبعد 25 يوما في البحر وبقليل من التواصل مع العالم الخارجي، خطط الزوجان للرسو على جزيرة صغيرة في منتصف مارس، ولكن عند تمكنهما من التقاط إشارة هاتفية اكتشفا إغلاق حدود الجزيرة، والعالم يعاني من جائحة عالمية لم يسمعوا عنها شيئا. تقول إلينا التي تنتمي عائلتها إلى لومباردي، المنطقة الأكثر تضررا من الوباء في إيطاليا، تقول: واجهنا مشكلة في الرسو لأنني مواطنة إيطالية، لكن الزوجين تمكنا من إثبات تاريخ سفرهما، والذي أظهر أنهما لم يذهبا إلى إيطاليا منذ أشهر، وكان في عزلة لمدة 25 يوما في البحر، تمكن أخيرا من الوقوف على أرض جافة. غاب الناس عن الشوارع ولزموا بيوتهم، فوجدت الحيوانات فرصتها للتجول بأريحية في الشوارع والأماكن المهجورة. نرى بعضا من الصور لهذه الحيوانات والمنشورة في صحيفة الجاردن البريطانية. عدد من رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في آخر جولة. وبهذه الرسوم نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وفي أمان الله.